بسم الله وكفى وسلام على عبادي الذين اصطفى. ربنا أعنا على الاهتداء إلى سلامتنا في دنيانا وأخرانا يا ربنا يا كريم. أما بعد، السلام عليكم. والله أكبر، ولا حول ولا قوة إلا بالأفضل الأقدر. يقول ربي سبحانه وتعالى في الآية التالية: والذين استجابوا لربهم وأقاموا الصلاة وأمرهم شورى بينهم ومما رزقناهم ينفقون. احنا انا امر شورى، مش واحد يحك راسه يقول لك انا امرتكم بكذا. لا، تشاوروا. وشكون يتشاوروا؟ اللي هم اهل الخصاص. تشاوروا في امر يخصهم، امر امني، امر اقتصادي، امر مستقبلي، واي امر. ويقيموا الصلاه بحقها، مش يمثلوا فيها. واذا كان ما لا عندنا سلوكات اخرى فقد يذكرها ربنا في كامل القرآن والسلام.